أقيم أمس الخميس حفل افتتاح مركز الدراسات الصيني العربي للإصلاح والتنمية في جامعة شانهاي للدراسات الدولية، ويهدف عمل المركز إلى تعزيز التبادلات الصينية العربية بشأن الحكم والإدارة. تفاصيل في تغريدة. كان الرئيس الصيني شي جين بين قد طرح فكرة تأسيس مركز الدراسات الصيني العربي للإصلاح والتنمية خلال خطابه في مقر جامعة دول العربية في يناير العام الماضي. وقد أقيم يوم الخميس في جامعة شانغهاي للدراسات الدولية حفل افتتاح للمركز، عقد أول دورة تدريبية لمسؤولين من دول العربية، حيث ألقى ممثلون من وزارة خارجية صينية وبلدية شانغهاي وجامعة شانغهاي للدراسات الدولية والسفارة العمانية لدى الصين كلمات في حفل الافتتاح. وقال السفير العماني لدى الصين عبد الله بن صالح بن هلال السعدي إن المركز له أهمية بالغة جدا في ظل مبادرة حزام وطريق. واليوم وفي ظل هذه مبادرة الطريق والحزام، أصبحت المنطقة العربية من أولويات هذا المشروع الكوني الكبير، كونها ملتقى طريقي الحرير البري والبحري. وأصبح العالم يوجه أنظاره إلى المنطقة العربية ويتسابق إلى كسب موضع قدم سياسي أو اقتصادي في هذه المنطقة. إن المركز الصيني العربي للتنمية والإصلاح سيكون له دور كبير في تعزيز العلاقات بين الصين والعالم العربي. وبعد ذلك أعلن الممثل جامعة شانغهاي للدراسات الدولية عن افتتاح الدورة التدريبية الأولى بمشاركة 24 مسؤولا من 17 دولة عربية. ونحن الآن في هذه الدورة نتبادل الخبرات مع إخوتنا في الصين، ونتبادل وننقل تجربة الصين في الإصلاح والتنمية، وكيف أنهم نهضوا بدولتهم، ونتبادل التجربة مع إخوتنا من العرب المشاركين في الدورة، ونتمنى أن تكون دورة مفيدة بإذن الله. هذا المركز يعد خطوة سابقة في التعاون ما بين الصين والدول العربية بصفة عامة. جمهورية مصر العربية، مصر كدولة رائدة في الوطن العربي، تهتم كثيرا بالتعاون مع الصين والاستفادة من تجربة الصين في التنمية. تعليقا على تأثيرات المتوقعة لتأسيس مركز دراسات الصيني العربي للإصلاح والتنمية، قال سفير شؤون منتدى التعاون الصيني العربي إن من شأن المركز رفع المستوى العلاقات الصينية العربية إلى مستوى جديد. هذا الأمر حدث مهم جدا، أعتبره تاريخيا، لأنه يعطي علاقات صينية عربية عوامل إيجابية ودوافع إيجابية جديدة، وسوف يدفع رفع مستوى العلاقات الصيني العربي إلى مستوى جديد. يمكن أن ننظر هذا الأمر من بعض الزوايا. مثلا سوف يعطي هذا المركز حيوية إيجابية لتعميق تفاهم بين شعبين صيني عربي، وثانيا سوف يدفع رفع مستوى أكاديمي أو دراسي بين الجانب العربي والصيني في حول الإصلاح والتنمية، والثالث سوف يعطي فرصة لتبادل الخبرات بين الطرفين لإيجاد سبل جديد لتعميق التفاهم وتطوير العلاقات. نحن على يقين بأن إنشاء هذا المركز سوف يعطي جانبين دوافع للتفكير وإيجاد سبل بصورة أعمق لكيفية رفع مستوى بين الطرفين في مجال الإصلاح والتنمية. من المتوقع يشارك هؤلاء المسؤولون من دول العربية في سلسلة من التدريبات والزيارات بشنغهاي خلال 6 أيام المقبلة، التي تركز على الوضع الحالي الصيني وسياسة الإصلاح والانفتاح وتطور مدينة شنغهاي وغيرها من المجالات الحكم والإدارة في الصين. وهدف الأنشطة أن يكتسب المسؤولون العرب خبرة جديدة من الصين. جان سالان، سي جي تي إن عربية، شنغهاي.